تصدق لي انا جزء من اهل دارفور، كانت مناطق مكفولة زيها وزي جنوب السودان وجبل النوبة. تصدق لنا بعمال من دارفور يجونا اسمه سودية منجل، كانوا بشيلوا الناس، ولما نجوا الدارفورين بطبخ لهم خروف يسووا شرموط، وبعد ذاك بيدوم الشوال بتاع الدخن يدققوه وبيقلعوا الأمبحتي، بيقطعوا الشجر بيسووا فحم، بعد ذاك يشيل الفحم يمشي بيه ويجيب لهم الميس ويفلحوا الأرضي، والسمسم كان بقوم طول الزول سنة سنتين بيطلعوا واحد منهم يقول له أعمل منكم واحد من العشرة نفر، والحكومة بتكتب لهم ورقة عديل. بعد ذاك اتمكنوا إنه الناس دي بموافقة منهم بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، قال الناس دي يجيبوا أولادهم ويجوا. زمان الزول لما نيجي من دارفور من الشمال لدارفور بيجي بأموره طيبة وكاسي أولاده، بقول له سعودية منجل، في حين إنه ما محتاج لدارفور، فالرعية موجودة في دارفور بكثرة، ممكن كان يربي مواشي وتيران وأي حاجة، ولو في شركات ممكن يحلب الحليب ويجففه ويعلم أولاده ويرتقي، لكن بمشي بيشتغل هناك للشمالين. فأنت من المخلفات بتاع دارفور، جزء من الناس الجنغو، اسمه الجنغو، العمال المسامير الأرض اللي تخلفوا القاعدين في الخرطوم وفي القضايف، طلعت منهم انت من دوك وقاعده هناك في البلد ديك، شمالين طلعوا ميتين ابو عالنا. فما تتعلم لك كلمتين وتجي تصعلق علينا تقول لنا نحن قاعدين نتعنصر عليهم، هم العنصرين من الله خلق الدنيا لغايه تاريخ الليله، وجاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، ونقل السلطه من الشمالين نخط في الارض، وكل ذول يقع ياخذ حقه، ويوم من الايام نشوف نوباوي رئيس جمهوريه، ونشوف امجا سناوي رئيس جمهوريه، ونشوف اهل دارفور رؤساء بتاع جمهوريه، ونشوف رئيس وزراء، ونشوف السفارات الخارجيه حريه سلام وعداله. ايها الصعلوبه ايها التافهه الموجوده قاعده في امريكا وفي الاتحاد الاوروبي بتردي علينا نحن، انت ده تاريخك، ده تاريخ بتاع اي ذول قاعد في الخرطوم، كان ما بيخلوك انك ابوك او جدك يوصل هناك في البلد ده برا جو طوارئ القطر الجايه الا بتصديق عديل، لانه قال الغرابه لو جو هنا في البلد ده يتعلم ومسك البلد ده اديك من الاخر، انت بتلعب ليه ولا شنو؟ اي ده انا اديتك كده بس شطر الكلمه بس، ايها المستعربه ايها الوسخه ايها الجزمه اللي بتردي علينا هنا، ايها الرخيصه، انت ترخيصه جدا يا زلمه ما تردي علينا نحن، نحن والله 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 اقسم بالله نمسكك انت ونمشي في بيتكم في الخرطوم، ونعرف انت ذاتك ابوك اذا ذاته جا من دارفور كيف؟ تمنونا في مخك ولا شنو يا زلمه؟ ده كيف ذاته هنا؟ هو يا زول ده محلتنا ورقعة الجغرافية حقتنا وبتمثلنا، بعدك جينا انضمينا في الكوشة اللي اسمها السودان دي كوشة، دي عبارة عن زبالة جايبة أي أبو نقفوت مدخلها ومديها ورقة وطني. انت بتتكلم عن ده بلوك طوالي في نصراته حتى مارك طوالي، الكلام ده حرقوا طبعا حرقوا طبعا حرقوا حرقوا شمالي ابن الكلب يا واطي انت، حرقوا الكلام حرقوا حرقوا يا زول حرقوا، ده وعي يا زول، ده جرعة وعي اسمه، ده جرعة بتاعت وعي كويس. لا ده يا حبيبتنا الله يرضى عليك يا اخي، دقيقة انا جماعه عبد الواحد، انا ما بقول جماعه عبد الواحد، انا بقول كل الدارفورين الموجودين في الخرطوم اللي بيجيبوا الفرشه كبيره بيعجروا البيت بيفرشوها وبيجيبوا مخدات، ايضا بيجيب لهم مخده يرقد في الفرشه، بكره الصباح بقوم حمام طار، اللي بمشي بيشتغل في الملجأ، اللي بيشتغل غسال، اللي بيشتغل بتاع خضار، اللي بيشتغل المهم مباني، وبجوا فترانين نهاية اليوم بنوموا، دول ما فاهمين أي حاجة، دول ما فاهمين أي حاجة، والناس الساكنين معنا هنا 70% دول ما أهلنا، هم أهلنا لكن ما أهلنا. أنا أديك مثال زي الجنوبيين السكنوا في الخرطوم لما الجنوب انفصل وباعوا بيوتهم هنا، لما فات الجنوب بقلب مر أنت بقوا في جنوب، واي 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 واي، لو في جنوبي هنا رجعنا تعقولي تعقولي جنوبية لو قاعدة هنا تعقولي، عشان نديها بنية نكسر لها سنونها هنا، الجنوبية دي أختي أنا والجنوبي ده أخوي أنا، أنا لسه بقول جنوب السودان ما قاعد أقول ساوث السودان، ما قاعد أقول دولة جنوب السودان، قاعد اقول جنوب السودان، لانه لسه اخواننا جيبهم لي هنا نديم بنيه نفرتك لهم سنونهم حته حته. فواي واي واي بكو، انا استغربت قلت الناس دي بكو ليه؟ في زول مات يعني؟
يعني انتوا ما ماشيين لاخوانكم، يعني سبحان الله انتوا ماشيين لاخوانكم، انتوا ماشيين لمودينكم نار جهنم. لا سان فاكر هناك حفر اخدود داير يرميكم في الاخدود، يعني حفر له حفره كده ولا فيها أنا بترول جوه داير يرميكم تقولكم مالكم. ما ده نفسي عشان كده انتوا الناس الموجودين في القضارف وضواحي القضارف دي ثقافاتهم ثقافات نفس الثقافه بتاع دارفور. لو انت مشيت صعيد القضارف نفس الدبنجات ونفس نفس السيبه ونفس الرواكيب ونفس اي حاجه تفاصيل ما الحاجه حاجاتهم البسيطه، لكن الناس اللي قاعدين في الخرطوم ديل بعدين دارفور لما انفصل طبعا بقول لهم ارفو كرنجالي، فبقوم برفو كرنجالي ده لما يجونا هناك مقلم مر. عشان كده الزول اللي قاعد هناك يودي اولاده، والكلام ده قالوا الشماليين ردموا ابناء الشمال اللي كانوا قاعدين في الخرطوم القاعدين رافعين نخرتهم فوق اللي ما كان شغالين بيناسهم القاعدين في الجزيره، واللي كانوا بيضحكوا عليهم اللي بيضحكوا لناس الشمال هناك. الليله لما انكتمت قاموا فاتوا في واحد رد والكلام ده انا جبته، قال لهم انتوا لو كان زمان كان انتوا نميتوا الناس اللي حسي قاعدين في القرى ديل وثقافتكم بيكون كان زي ثقافتهم، لكن ما اشتغلتوا بهم، لما انكتمت جيتوا تكونوا لقمه العيش هنا في البلد دي. فبقال مر ما زي الناس اللي قاعدين معاهم في الخرطوم وهنا ما في يا بني هي ايه جيب القصب ده بتاع العواسه هنا، جيب العجين ده، العجين ده خمر ولا ما خمر؟ ايه اطرد الثقله دي، الثقله دي خشت قدومها في الـ في الـ في الـ في, الـ في العجين ده اطرديها، اجيب الطريقات دي رص الغدا للناس دي، ها جيب الهناي ده الهناي ده البراد ده خدتي في النار خدتي القانون ده يا بلد هي مالكن لقت كلام كده ما في هاي يا لولو يا ما ما في. فده ده برضه نوع الكلام ده طبعا في ناس بيشوفوا يا اخي ده لايف فارغ ساكت، ده لايف الصح، ده اللايف اللي بيخط اي زول في قلبه الحقيقي، ده اللايف الاتحاد الاوروبي. لما انت قاعد في الاتحاد الاوروبي لما تمشي في قريه ومدينه واي محل مش نفس الثقافه، مش نفسي اي حاجه، نفسي سليمان شوس نفس الكهرباء ونفس المويه ونفس المدارس ونفس التعليم ونفس اي حاجه، صح؟ صح ولا ما صح؟ اذا ما ناتوا زول القريه وزول المدينه وزول باريس وزول نانتي وزول انسي وزول روان سليمان شوس نفس الشيء، صح ولا ما صح؟ فهنا اذا كان ما في عداله اجتماعيه في زول بيقول هاي وفي زول بيقول هاي، فما بينفع. اللغه من المفترض تكون بونجور، بونجور دي واحده في فرنسا كله، جوت مورجن في 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 المانيا جوت مورجن، جوت مورنين بالانجليزي، جوت مورنين بالانجليزي في اي بلد ما في حاجه اسمه اي. فده كلام فاضي ساكت، فده الكميه بتاع اللقط والزول التعالي نحن ما لنا مال زمنا بين شنو عالجنجويتي ذاته حسي لو مسكته بقول لك لا لا انا والله جيت اجيب الديمقراطيه، الجنجويتي بعد شويه تمسكه بيقول لك انا ذاتي ما جنجويتي، تعصره شديد يقول لك انا ذاتي جابني عمر البشير قال لي اقتل الناس لكن فهمت انا ذاتي كمواطن دير حقي، انا مواطن هاي يا اخي انا ما جنجويتي دير حقي هاي حقي. تقول له شنو؟ تقول له انت جنجويتي امشي من هنا، حاسس الجنجويتي ما كلهم سموا انكم انتوا دايرين تمشي تضربوا الدقين ده سموه خطوا بالجنب، سموا ان والله قبائلكم من ساسكم لراسكم نقطع، فقالوا حسي كلامكم اللي انتوا قلتوه ده يا شمالين، قالوا طالما دري يقطعونا من سرتنا تهت عرفنا ان الطوم من دقولهم تهت، شفت الدقول؟ دقول ده نحكم من الدقول تهت ذاته ببلوكم من دقولكم جد علي وعلى دا الخير يخص والشر يعوم بل من طرف ما تقولك بعد ذاك. طيب الناس الجبيل في اللايف الجبيل اللي ما سمعوا الكلام نرفع عليكم البنايه بتاع الاختصار. فده كل الموضوع حبيبنا حبابا يا روح امك والله ويتعنصروا احنا ولا دارفور يتعنصروا علينا، دارفور الوطن انشرطت بلعتنا بين الناس اللي قاعدين هنا في الاتحاد الاوروبي، تشتبكوا مع النوبه، النوبه ذاته ماتوا كلهم، تشتبكوا مع ناس الدمازين ماتوا جد، تشتبكوا مع شرق السودان ماتوا جد، تشتبكوا مع الناس البطانه ماتوا كلهم، تشتبكوا مع المحس والسكوت والهرفاين والضناجله ماتوا جد، فضلتوا ثلاثه قبيله جعليه وشوايقه ورباطات تشاكلوا بيناتكم، انتهيت وفضلت اسره واحده، الاسره الواحده ذاته بيتشاكلوا بيناتهم. تقول لي دوله كامله جزر ده فيها 40 مليون ولا 50 مليون تتفقوا؟ اتفقوا على شنو؟ اي واحد شايل ليه جوجو مضطر في طرف كلام الفارق وتعلق وتعليقات وسخه وقفنا ومقفل زي وشكم انتوا؟
ها يا خجر يا طير يا بهايم يا بعجبوزه. طيب نمشي قدام بلاش مساخه معاكم يا طيب يا هودي هنا رايكم في الزول ده شنو؟ امبارح الشيخ زي ضايف مع واحد بيتكلم عن البرهان وعن القياده بتاعت الجيش، فلما اتكلمت انتقدت القياده بتاعت الجيش البرهان وكلام زي ده، قال اي زول بينتقد القياده بتاعت الجيش ما يخش معايا في اللايف. طيب انا اوريك الانتقاد اللي عمرك ما شفته. البرهان بتاعنا نحن ذا اللي هو بيدافع هسه عن اعراض السودانيين، البرهان ده بياخذ تعليماته من الامارات، وده اكبر دليل بيوحي لك بانه هو ما داير ينتهي من الدعم السريع للسعر. البرهان بياخذ تعليماته من الحريه والتغيير، ولو فكرت لي كلام محمد الفقيسي الايمان قال نحن ما بنسمح بانهاء الدعم السريع خالص، يعني ما لي يده من برهان، وفي حاجات كثيره لسه ما ظهرت لك، لو ما تغيرت القياده دي السودان بيضيع. بي عليك يا اخي، بي عليك، قال له يا اخي كشفنا الليب ده. امبارح الشيخ زي ضايف مع واحد بيتكلم عن البرهان وعن القياده بتاعت الجيش، فلما اتكلمت انتقدت القياده بتاعت الجيش البرهان وكلام زي ده، قال اي زول بينتقد القياده بتاعت الجيش ما يخش معي في اللايف. طيب انا اوريك الانتقاد اللي عمرك ما شفته. البرهان بتاعنا نحن ذا اللي هو بيدافع هسه عن اعراض السودانيين، البرهان ده بياخذ تعليماته من الامارات، وده اكبر دليل بيوحي لك بانه هو ما داير ينتهي من الدعم السريع للسعر. البرهان بياخذ تعليماته من الحريه والتغيير، ولو فكرت لي كلام محمد الفقيسي الايمان قال نحن ما بنسمح بانهاء الدعم السريع خالص، يعني ما لي يده من برهان، وفي حاجات كثيرة لسه ما ظهرت لك، لو ما تغيرت القيادة دي السودان بيضيع. بي عليك يا أيوة، بي على وشك يا أخي. الله هو قلب يا صاحبي، ها رتب بس الجغل ده والله في النهاية تلف ثورو ترجع لكلام أحمد كسر قصبا أنك كراك في رقبتك سمعا وطوعا وطاعة. قراءات بعيدة جدا، أنت قلت إحنا عندنا نقرأ تذكرينا ونقرأ قراءات بعيدة هناك نشوف هناك في شنو. ردوا له، ردوا له يا شمالين يا عنصرين، ردوا للزول ده، ردوا له، ردوا له والله يطلع ميتينكم، ردوا له ويش حقارتكم بي. انا بس كشف عمر ذلك دينك، شوف قاعد شوف بيت الناس كيف الزول ده حرام كيف ده، ما نفس الكلام اللي قاله انا ذاك. نفس الكلام اللي قاله، نفس الكلام اللي قاله ربيع ابن الكلب. ربيع قال لك قال الزول لو قاعد في بيته الدعامي قاعد في بيتك قال مشكلة وين قال؟ ها جبيل الله يفرج مسعى ذاك انا بعد يا ترى مين كشفوا له ده عمر قاعد عم بيحصل في الحال ده شيء طبيعي جدا. يدق زول هنا يقتل زول هنا يشيل عربيته دي الحرب. انا جبيل واحد من الشباب بيقول لي بيتي قاعد فيه وزعلان، قلت له يا اخي انت مشكلتك كلها قاعد في بيتك؟ يعني انت هسه مشكلتك كلها قاعد في بيتك؟ انا سالته سؤال قلت له انت بيتك ده جو طلعوك منه ولا مرقت منه بنات؟ أبا جايبني طبعا. ما هو طلع مش خلى بيته فاضي. ده قاعد ده قاعد يقول ناس الدعم السريع، وين المشكلة؟ سؤال وين المشكلة؟ هيبعث هو يطلع منه يعني؟ المشكلة شنو يعني؟ أنت طلعت خليته مجنون؟ ما سؤال طلعت خليته مجنون يعني؟ فأنا بفتكر إنه في مشكلة بتاعت مفاهيم. أيوه. الآن في مشكلة كبيرة جدا بتاعت مفاهيم. ايوه يعني انا بفتكر انه بفتكر انه في مشكله بتاعت مفاهيم، ف يعني عدم الفهم بتاع جزء من اعضاء الشمال فده اشكاليه في حد ذاته. ف يعني انا افتكر انه لو انت طلعت من بيتك الله يطمن ميتينك ده، ها ناس الدعم السريع جو قاعدوا فيه، والمشكله وين يعني؟ يعني 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 دعم سريع دعامي